بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يتقبل منا هذا العمل يعني ويجعله خالصا لوجهه الكريم. أنا الأول طبعا أحب أشكر جمعية رسالة، أحب أشكر فريق رسالة فرع المهندسين إن هم مستضيفيني النهاردة. وقبل ما أكون مدربة أنا كنت متدربة، كنت بحضر في جمعية رسالة وما كانش لسه الأونلاين شغال، فكنت بروح لغاية الدقي وأحضر هناك في الفرع، وكنت بروح فرع حلوان، وكنت بروح فرع المعادي. بصراحة يعني أقدر أقول معظم العلم اللي أنا جاية أقوله النهاردة اتعلمته من جمعية رسالة، اللي ما شاء الله ربنا يبارك لهم يا رب بيدوا محاضرات مجانية. وبستغرب إن المحاضرات بتروح للناس لغاية بيوتهم دلوقتي على النت أو حتى في الفرع، والناس مش عايزة تتعلم. يعني الموضوع بقى أسهل وأبسط بكتير من زمان، العلم بقى يجي لنا لغاية عندنا، بس الناس اللي بتقول مش فاضية واللي يقول مشغول، وفي ناس بتقول لا دي محاضرات مجانية فمش هيبقى لها قيمة. وللأسف المفهوم ده غلط، لأن أنا أخدت كورسات بفلوس وأخدت كورسات مجانية. بالعكس يعني الناس اللي جاية بتدي محاضرة زي كده هي متطوعة فبتديها لله، فاللي بيعمل حاجة لله أكيد هيديها بأحسن جودة وأحسن حاجة علشان ياخد الثواب صح، ومش جاي يعمل رياء ولا جاي يمثل ولا جاي أي حاجة غير إن هو يفيد الآخرين. فأنا عن نفسي اتدربت في جمعية الرسالة مع مدربين ممتازين، ولغاية دلوقتي بتابع معاهم ولغاية دلوقتي بتعلم منهم. ففكرة المجاني لأ والغالي، في ناس تانية برضو بترفع أسعار الكورسات بطريقة أوفر جدا جدا جدا، ولما حضرت لهم ما حسيتش ان انا استفدت باي معلومه. فيا ريت الناس تهتم وتعمل دعايه لجمعيه رساله. يعني انا ما باخدش حاجه من جمعيه رساله كماده او اي حاجه غير ان انا اتعلمت منها، فالفضل ده لازم انشره، لازم اقول للناس يا جماعه كل واحد عارف ان جمعيه رساله، لان الموضوع برده مش منتشر قوي بصراحه. وانا دايما اكلم جمعيه رساله اقول لهم يا جماعه انتوا ليه مش بتعملوا اعلانات اكتر من كده؟ فيا ريت المتدربين اللي معانا يهتموا ان هم ينشروا العلم دوت، وينشروا يعرفوا الناس ان في مكان بيدي كورسات مجانية في كل المجالات، تربية وصحة نفسية وكمبيوتر وباوربوينت والتسويق اللي طالع دلوقتي جديد، والاتش ار، واللي عايز يعمل سي في، واللي عايز يعني بيدوا بصراحة في كل المجالات اللي تفيد اي انسان حسب طبيعة حياته أو حسب احتياجاته أو المهارات اللي محتاج يتعلمها. بشكر برضو الناس اللي حاضرة معايا المتدربين، وإن شاء الله بإذن الله هتتبسطوا معانا وإن شاء الله تستفادوا. بس أنا دايماً بقول في الكورس بتاعي إن أنا دوري يقتصر على 50%، لكن الدور الأكتر أو الدور المهم معايا المتدرب، هو كمان بيشتغل معايا بنسبة 50%. ما بحبش اقول ان انا محاضر بس، ان هو انا جايه اقول كلمتين وبعدين احنا قفلنا الزوم او قفلنا الكونكت دوت وخلاص كده الموضوع انتهى. لا، ده تدريب، انا جايه كمدربه، انا جايه ادرب الناس اللي معايا ان هم يقدروا يتعايشوا مع حياتهم بعد كده ويقدروا يتعاملوا صح مع ابنائهم باذن الله. احنا كنا كاتبين حتى في المقدمة بتاعتنا على الواتساب بنقول ايه هي عناصر التربية. محتاجين نعرف ان قبل ما اتكلم ازاي اتعامل مع ابني وازاي افهمه وازاي اتعرف عليه وازاي ابتدي اعدل سلوكه والكلام ده كله، محتاج اعرف ان اهم عنصر من عناصر التربية اللي انا بعتمد عليه بنسبة 75% هو المربي. يبقى رقم واحد في التربية من أهم عناصر التربية بالنسبة لي هو المربي. هل أنت مؤهل؟ هل أنت مؤهلة إن أنت تكوني مربية؟ قادرة إن أنت تربي جيل؟ فاهمة قيمة الأمانة اللي ربنا اداها لك؟ ربنا في القرآن دايما كان بيوصي على الآباء، يعني بيوصي الأبناء على الآباء، بيعظم الآباء وبيديهم درجة عالية. طيب هل أنا أستاهل المكانة دي؟
هل انا استاهل ان هو يبرني، ولا انا اعقت ابني قبل ما يعاقني؟ يعني بيقول لك ايه، ان ده عاق لابيه، فهل انا مستعد ان انا ابر ابني علشان الاقي بعد كده الحصاد بتاعي، ولا انا اساسا غير مؤهل للتربيه دي ومستني النتيجه بس، مستني التعظيم اللي ربنا اداهولي في حين ان انا ما عملتش اي مجهود علشان اكون مؤهل للتربيه دي؟ طيب ايه المهم اللي انا اعرفه كمربي؟ محتاجه اعرف مفهوم الصحه النفسيه. هل انا بتمتع بنسبه صحه نفسيه كويسه تساعدني ان انا اقدر اتعامل مع ابنائي بحيث ان انا ما اذيهمش نفسيا، واقدر اربيهم تربيه سليمه، تربيه سويه، ولا انا بس ماشي كده زي ما هم قالوا لي، اتجوز وبعدين خلف وبعدين جيب اولاد وبعد كده يلا ودي المدارس وبعدين يلا جيب لهم لبس وهدوم، وانا مش فاهم يعني ايه تربيه، ولا انا عارف اصلا افهم نفسي، ولا عارف حاجه عن نفسي، ولا عارف اتعامل ازاي. فزي ما قلنا اول حاجه خالص، اول مفهوم عندنا مفهوم الصحه النفسيه للمربي. انا كمربي ايه نسبه الصحه النفسيه اللي عندي؟ هل انا سوي نفسيا، ولا انا بعاني من بعض الاضطرابات النفسيه، او انا بعاني من بعض الامراض النفسيه، ودي بتبقى مرحله اكبر. فهنفترض ان احنا بنسبه كويسه. طب احنا عايزين نعرف، انا دلوقتي جايه مش هسال كل واحد عن نفسه، لا، هو كل واحد فيكم اللي هيقرا معايا او هيتابع معايا المحاضره ويشوف ايه المشكله عنده او القصور او الحاجه اللي محتاج يطورها في صحته النفسيه. مفهوم الصحة النفسية اتعرف من علماء كتير، وأنا اخترت التعريف ده عجبني قوي، اللي هو قدرة الإنسان على التطور. يبقى أول حاجة هو يقدر إن هو يطور من نفسه. فأول سؤال بسأله لنفسي كمربي، هل أنا قادر أطور من نفسي، ولا أنا واقف مكاني، ولا أنا بعمل زي ما أنا اتربيت بربي؟ يقول لك إيه، إيه تربية إيجابية ديت؟ ما انا اتربيت اهو، ما انا مؤدب اهو، اخلاقي كويسه، فمش لازم اتعلم، مش لازم اضيف حاجه جديده في التربيه. فلكن لو حد تاني، لا، انا جاي احضر، انا جاي اتعلم حاجه جديده، انا محتاج اطور من نفسي، انا محتاج الاساءات اللي انا مريت بيها في طفولتي، الحاجات اللي انا متضايق منها في طفولتي، مش عايزه اكررها تاني مع ابنائي، فانا جاي هنا عشان اتطور، انا جاي هنا عشان اتعلم، يبقى احنا ماشيين في طريق الصحة النفسية السوية. طيب رقم 2، التوافق مع النفس. يبقى انت قادر تتطور لانك متوافق مع نفسك. يعني ايه متوافق مع نفسي؟ يعني انا فاهم نفسي، انا عارف نفسي، انا بحب نفسي. طبعا لما باجي اقول بحب نفسي دي، في وقفة كده بتيجي يقول لك ايه يعني ايه احب نفسي، يعني ابقى اناني؟ للأسف احنا اتربينا على كده، اتربينا على ان اللي بيحب نفسه يبقى اناني، ودي مش حقيقة خالص. ونقول برضو سند من السنة، الرسول عليه الصلاة والسلام قابل سيدنا عمر بن الخطاب فبيقول له انت بتحب مين اكتر، يعني اكتر حد بتحبه في الدنيا مين؟ فراح قال له انا بحب نفسي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له علشان توصل للإيمان فالأفضل إن أنت تكون بتحب الله ورسوله الأول، يعني يكون رقم واحد في حياتك الله ورسوله. فساعتها سيدنا عمر فكر في الكلام شوية وقال إيه، فعلا يا رسول الله أنا أفديك بنفسي، يعني وأنا أحب الله ورسوله قبل كل شيء. طيب هو هنا ما قالش حب نفسي، يعني انت جايه تقولي الحته دي ليه؟ هو هنا ما انكرش عليه ان هو يحب نفسه، هو انه الاولى او الافضل. فاللي بيتكلم فيه هنا النهارده ان هو بيقول لك هو ما انكرش ان هو يحب ذاته، احنا محتاجين نحب نفسنا. زي ما في الحديث برضو، ان لبدنك عليك حق، ان لنفسك عليك حق، واعطي كل ذي حق حقه. يعني انت نفسك عليها، ليكي حق، او ليكي عليها حق ان انت بتديهولها. فلو انت ما اديتيش حق نفسك لنفسك، مش هتقدري تدي الاخرين. نقولها بمفهوم تاني، كان دايما يقولوا لنا ايه، انا شمعة بحترق من اجل الاخرين.
نلاقي امهات كتير عايشه في دور الضحيه او مضحيه، تقول لك انا بضحي عشان ولادي، انا عايشه عشان ولادي، انا مش مهم عندي نفسي، مش مهم ما اكل، مش مهم البس، مش مهم البس لبس مقطع، البس مش لازم اكل، انا اطلع الاكل اللي معايا اديه لاولادي، وتضحي تبقى تعبانه ومريضه وما تروحش للدكتور وتقول ايه لا ولادي اولى. طيب الشمعه لما بتحترق، هل الشمعه دي بتبقى ليها وجود؟ لا الشمعه ما بقاش ليها وجود. طب انا فايده ايه ان انا عماله احرق في نفسي، احرق في نفسي، احرق في نفسي، وانا بعد كده مش هبقى موجوده، فبالتالي العطاء بتاعي هينفذ. طب ما الايه الصح؟ الصح ان انا احب نفسي واقدر نفسي واحترمها واديها الحقوق بتاعتها. يا جماعه اللي فاتح المايك بعد اذنكم، اللي فاتح المايك تمام. فانا محتاجه احب نفسي واشحن نفسي، اديها طاقه. يعني لو انا باكل اهتم بالاكل الصحي اللي يغذيني، لو انا مبوظه مواعيد نومي عشان اولادي، لا انا محتاجه اظبط مواعيد نومي عشان اولادي، لو انا مريضه او تعبانه ما تسهلش اروح واخده اي دواء ولا اقول اشرب حاجه سخنه وخلاص، لا انا محتاجه اروح للدكتور علشان الدكتور هو اللي هيوصف لي الحاجه الصح. فبالتالي انا كده فهمت، عرفت ان انا عندي مشكله وبحلها، او انا اديت لنفسي حقها تمام. الصوت راح تقريبا. الصوت عندك المايك مقفول، زي كمان لما المايك بيتفتح بيبقى عامل صوت تصفير كده، فمش عارفة المشكلة من ايه. أستاذة مروة سامعيني؟ خدي بالك من المايك، المايك مقفول. كده في حد تاني فاتح المايك؟ كده الصوت تمام؟ تمام. الحمد لله تمام. تمام نقفل بس بعد اذنكم المايكات عشان ما نعملش دوشة لبعض. فنرجع تاني نقول ان انا لازم اتوافق مع نفسي. المريض النفسي او عنده اضطراب نفسي بيبقى عنده مشكلة دايما ان هو مش قابل نفسه، مش حابب نفسه، مش راضي عن نفسه، بسبب اساءات الطفولة والتربية الغلط اللي اتربينا عليها، اللي هو انت غبي، انت ما بتفهمش، انت مش هتعرف تعمل، انت مش هتقدر. فطول الوقت بيبقى حاسس بالعجز، حاسس بعدم الكفاءة، انا مش هبقى كفء في المكان الفلاني، انا مش هبقى كويس في الشغلانة الفلانية، طول الوقت حاسس بان هو قليل، ان هو اقل من الاخرين. فحتى لو احنا عندنا ده، احنا لسه قدامنا فرصة ان احنا نساعد نفسنا ان احنا نوصل لمرحلة التوافق مع النفس، ان انا اتقبل نفسي، ان انا احب نفسي. طيب تعالي نقول برضو سند ليه يعني احب نفسي كانسان. ليه؟ ربنا نفسه كرمنا، قال ولقد كرمنا بني ادم. فلو جه حد بيقول لك انت قليل، انت مالكش قيمه، انت وحش، انت مش مقبول، انت كذا كذا كذا،
خلي عندك ثقة في نفسك، أنا ربنا كرمني ولقد كرمنا بني آدم كده بس. لا ده كمان ربنا قال لك إيه، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فأنت ترفع راسك كده إن أنت اتخلقت إنسان، ربنا ميزك عن باقي الكائنات، ربنا كرمك عن باقي الكائنات. فدي قيمتي، هي دي قيمتي وتقديري، إن ربنا الخالق هو اللي كرمني من فوق 7 سماوات، إن ربنا قال خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فما فيش حد بقى يجي يعيب فيكي ويقول لك أصل شعرك أكرت، أصل عينك مش عارفة إيه، أصل وشك إيه، أصلك سمراء، أصلك سوداء، أصلك بيضة، أصلك رفيعة، أصلك تخينة. كل الكلام ده ما يأثرش فينا، كلام الآخرين دوت مش هو اللي بيدينا التقدير أو القيمة. مين اللي بيدينا القيمة؟ ربنا الخالق. كمان هو اللي نفخ من روحه فينا، فإحنا الروح اللي فينا دي من روح الله. عايزين إيه تاني أكتر من كده؟ في قيمة أكتر من كده إيه؟ فأي حد تاني يجي يقلل من القيمة دي بترد عليه وتقول له إيه؟ ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وأنت رافع راسك وحاسس بقيمة نفسك من جواك قبل من الكلام، يعني قبل اللي بيطلع بره، تكون من جواك واثق ومتأكد إن أنت في أحسن تقويم، لأن ربنا مش هيقول غير الحق. طيب تعالي تاني نقول دلوقتي لو احنا جايبين موبايل ايفون، هل الموبايل ايفون ده ليه قيمة حتى لو ما فيهوش برامج؟ اه هو قيمته فيه، حتى لو ما فيهوش برامج وما فيهوش مش عارف ايه وما فيهوش ايه، هو معروف ايفون. طيب تعالي برضو نقارن ما بين الحاجة الصيني او الجهاز الصيني، ولو هجيب جهاز ياباني تقولي لا، لو جالك الياباني مش هيفوتك تاني، يعني هو الياباني افضل من الصيني. طيب لما بتجيبي اي حاجه جديده بتعملي ايه؟ بتمسكي الكتالوج، بتفتحي الكتالوج لانك خايفه على الجهاز الياباني الغالي دوت، وبتفتحي الكتالوج وتشوفي الكتالوج دوت هشغل الجهاز ده ازاي وبالطريقه دي. طيب ايه الكتالوج بتاع الانسان؟ هو القران والسنه. مين اللي خلقنا؟ ربنا. فلما اجي بقى اقول لك انت صنع رباني مش صنع ياباني، هتفتخري بنفسك ولا لا؟ هتقدري نفسك ولا لا؟ نفسك دي بقى اعتبريها حد كده بره، يعني انتوا اتنين مش واحد. افصلي نفسك عن نفسك كده، انتوا اتنين. انا عايزاكي تشوفي نفسك قدامك كده وتكلميها على ان انت لو قصرتي معاها قولي لها انا قصرت معاكي، اعتذري لها. لو انت شايفه ان هي محتاجه مكافاه كافئيها، ابداي شوفيها بمفهوم تاني. واحنا هنتكلم النهارده على التفاصيل دي. شوفي امكانيات اللي ربنا اداها لك. فهمتي خلاص كده ان انت ونفسك دول حاجه كده صناعه رباني، وعندنا كتالوج هنمشي عليه وهنتكلم عليه في المحاضرات باذن الله. فبالتالي انا خلاص كده انا متوافقه مع نفسي، انا فهمت ان انا من حقي ان انا احب نفسي، من حقي ان انا اقدر نفسي وعرفت القيمه بتاعت نفسي، وبالتالي انا محتاجه ان انا اتعامل باحسن معامله زي ما انا بعامل اولادي مثلا او بعامل اللي حواليا علشان اكسب ثقتهم او اكسب رضاهم عليا. فانا محتاجه برضو ان نفسي ترضى عني، علشان نفسي لو ما رضيتش عني هتعاندني. يعني مثلا لو واحده بتقول انا هستفاد ايه من المحاضره، انا ماليش لازمه، انا ليه دخلني، انا ما بفهمش، انا مش عارف ايه، فنفسها هترفض تيجي معاها. زي ما تقعدي تقولي لحد من صحابك مثلا انت غبيه انت بتفهميش، فهتلاقي صاحبتك دي مش حابه تخرج معاكي في كل المشاوير، بتتضايق منك مش عارف ايه. هي نفس الفكره، انت بتتكلمي مع نفسك بأني صيغه، بتتكلمي معاها بايجابيه ولا بتتكلمي معاها بكلام سلبي؟ لا انت ما بتفهميش، انت مش هتعرفي، انت مش هتقدري، انت كذا انت كذا. فراجع نفس نراجع نفسنا واحنا بنتكلم مع نفسنا. لا انا يا نفسي انا بتاسف لك، انا بعتذر لك، احنا هنبدا صفحه جديده مع بعض. انا هبتدي اهتم بيكي، انا هبتدي اديكي الحقوق بتاعتك زي ما قلنا، فاعطي كل ذي حق حقه، فنفسي دي ليها علي حق. فمن ضمن الحاجات دي ان انا اشحن نفسي واشحن طاقتي، وهناخد الكلام ده في المحاضره باذن الله. طيب المرحله الثانيه بعد ما قلنا ان احنا نقدر نطور من نفسنا وان احنا متوافقين مع نفسنا، وده جزء مهم في الصحه النفسيه، الجزء الثاني التوافق مع الاخرين رغم الاختلاف. مفيش حد فينا زي التاني،
كلنا زي بصمة الأصبع كده مختلفين، كل واحد فينا بيختلف عن الآخر، فبالتالي أنا لازم أتقبل الآخر رغم الاختلاف، وتقبله مش معناه إني موافقة، في فرق بين التقبل والموافقة. يعني هو ممكن يكون بيعمل حاجة غلط في وجهة نظرك أنت شايفاها غلط، لكن أنت ما بتعرفيش هو إيه خلفيته ولا إيه خبراته ولا إيه الظروف اللي مر بيها، فبالتالي أنا متقبلك بكل اللي انت فيه، بكل عيوبك، بكل مميزاتك، ولكن ما ليش دعوة بقى موافقة بالحاجة دي او مش موافقة، لكن انا متقبلك كإنسان ربنا اللي اداله القيمة قبل ما انا ايه اكون موجود، فهو كنت ربنا هو اللي اداهاله، ايا كان بقى علاقتي بيه، ايا كان صلة القرابة ما بيننا، ايا كان عيوبه، ايا كان اي حاجة. فهل انا عارف اتوافق مع الاخرين رغم الاختلاف؟ بعرف اتكيف مع الظروف المحيطه، بعرف اتكيف مع اختلاف الاشخاص، العصبي، العنيد، المتوتر، القلقان، اللي شايف نفسه، الحاجات دي كلها، هل انا عندي القدره دي وعندي الامكانيه ان انا اتوافق مع كل ده، ولا الموضوع بالنسبه لي صعب؟ الحاجات دي كلها معايير بتحطنا على الطريق اللي يخلينا نعرف ايه مدى صحتنا النفسيه او جوده الصحه النفسيه بالنسبه لنا. طيب عندنا أدوات علشان نروح لصحة نفسية جيدة، إيه الأدوات علشان أوصل لصحة نفسية جيدة؟ أول حاجة أنا محتاجة أعرف نقاط قوتي ونقاط ضعفي، كنا زمان بنقول عليها مميزات وعيوب، أنا مش حابة كلمة مميزات وعيوب، ليه؟ لأن ربنا مش هيخلق حاجة فيها عيب، خلاص إحنا اتفقنا إن إحنا خلقة ربنا، فبالتالي أنا عندي نقاط قوة ونقاط ضعف، أنا عندي نقاط قوة بتميزني عن الآخرين، فلما يجي يقول لك أنت عندك نقاط ضعف ده ما بيقللنيش، ده أنا اتخلقت كده، أنا عندي نقاط قوة، أنا مميزة في كذا وكذا وكذا وكذا. أول حاجة في التاسكات النهاردة نفتكر كده، وياريت نبقى معانا ورقة وقلم دايما نكتب مع بعض، أنا عايزة 50 نقطة قوة. البنات اللي معانا، معرفش حد تاني دخل ولا لأ، يا سوير قوليلي. نكتب 50 نقطة قوة، أنا في مميزات 1 2 3 4 5 10 20 30 40. طبعا لما بقول كلمة 50 دي، ناس كتير في الأول بتقول لي إيه ده، لا أنا معرفش حاجة عن نفسي، يعني هما الفكرة يا جماعة مش إن إحنا ما عندناش نقاط قوة، بالدليل أهو ربنا بيقول إيه، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فربنا إدانا قدرات وإمكانيات رهيبة، بس هي الفكره في ايه؟ ان احنا عاملين زي الجوهره، الحاجه اللي بيلاقوها كده في وسط الصخور وفي وسط الحاجات القديمه او اللي بيسموها الحفريات، والحاجات دي بتكون بعد كده ماس، وبتكون حاجات المازات، وبتكون احجار كريمه، والحاجات دي كلها بتبقى محتاجه ايه؟ مجرد ان احنا ننظف عليها، فاحنا فينا الحاجات دي ولكن احنا مش شايفينها. ممكن نكون كنا شايفينها وفي ناس جت غطت عليها، ناس أساءت إلينا، ناس حسستنا إن إحنا قليلين، ناس تعرضنا لإساءات في الطفولة من التربية، من الأب، من الأم، الكلام ده كله، فبالتالي الجوهرة دي محتاجة بس تتنظف وتتلمع وتشوفوا الصورة صح. فأنا عايزة إن إحنا لما نيجي نكتب نقاط قوتنا كأننا بنبص في المراية، زي ما بتبص في المراية وبتشوفي ملامح وجهك، أنا عايزاكي برضو كأنك باصة في المراية وشايفة نفسك صح. مهم جدا، مهم جدا، لو دخلت، لو متابعين المحاضرات هتلاقوا دايما في المحاضرات بداية أي كورس أيا كان بيتكلم عن إيه، يقول لك تعرف إيه عن نفسك، على رأي سوير بابلي، تعرف إيه عن نفسك يا مرسي، تعرف إيه عن المنطق، فهذه الفكرة، أنت تعرف إيه عن نفسك، أنت فاهم إيه عن نفسك، طب ليه الكلام ده هنعرف برضو، أنا ليه محتاج أعرف. نقاط الضعف أنا مش هطلب 50، أنا هطلب 10 بس. الناس هتقولي أنا عندي نقاط الضعف كتير لكن ما عنديش نقاط قوة، لا بالعكس، أنا بقولك أنا واثقة 1000000% أنك تقدر توصل للـ50. فأتمنى أن التاسكات دي تتعمل أول بأول، وإحنا لسه كده في بداية الكورس وفي أول المحاضرة، يعني مجرد ما نقفل كده نعمل في تيست كده هبعته، في اختبار هيساعدكم أن أنتوا تعرفوا نقاط قوتكم ونقاط الضعف، فياريت بورقة وقلم بنكتب الكلام دوت، وبنبعت صورة الورقة والقلم اللي انتوا كتبتوها ديت على الجروب بتاع الكورس. اولا بنشجع بعض،
ثانيا اللي انا براجع شويه، لان في ناس ما بتبقاش فاهمه قوي النقاط ديت، فببتدي اوضح لها دي تعتبر نقطه قوه، في حاجات ما بتبقاش واخد بالك منها، فممكن تستعين بصديق، الناس تكون مقربه منك قوي وبتحبك قوي وفعلا تقول لك، لان في ناس ما بتبقاش شايفه فعلا النقاط ديت، فلما بتسالي وبتسال بتعرف او بتوصل لان انت، لا انت عندك نقاط قوه في ناس كتير بتحسدك عليها. يعني احنا ممكن كمان بنكون بنستدفيها، يعني نقول ايه يعني، ما انا بعرف اعمل كذا، في غيرك مش بيعرف يعملها، في غيرك بيبص لك كده انت ازاي بتعمل ده، وتيجي تستغرب ان هم بيحسدوني على ايه، لان هو ربنا ما اداهوش الموهبه دي وانت ربنا اداك الموهبه دي، انت بتحب تساعد الاخرين، في غيرك ما عندوش موهبه حب مساعده الاخرين، ما عندوش خلق يبقى في وسط الناس، في واحد ممكن يجمع الناس حواليه ويضحكوا ويهزروا ويتبسطوا وهو موجود معاهم، في واحد ما عندوش الموهبة دي أو الكاريزما دي. طيب يبقى أول حاجة عشان أعرف أنا أو أمشي في الصحة النفسية الجيدة، إن أنا أعرف نقاط قوتي وضعف. رقم اتنين قيمتك، وإحنا اتكلمنا عن القيمة وقلنا إن إحنا القيمة جاية من الصناعة الرباني اللي ربنا خلقنا بيه. طيب رقم اتنين دورك ومهمتك في الحياة. مهم كمان عشان أعرف نفسي وأتوافق مع نفسي، أبقى عارف أنا جاي هنا ليه؟ أنا جاي هنا في الدنيا بعمل إيه؟ إيه الأدوار اللي أنا نازل أشتغلها هنا؟ أنا موجود في الدنيا دي فترة، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إحنا في الدنيا ساعة، أو كظل شجرة بيستظلك ساعة تحت شجرة وبعد كده هيروح عند ربنا، فإحنا جايين هنا عشان نعمل حاجة. الدور بتاعك إيه؟ في ناس تقولي انا عندي دور واحد، لا الناس بقى اللي بتاخد الدور حاجه واحده وتسيب باقي الادوار هي بتاثر في حق الباقيين. اولا دورك نحو نفسك، بتعملي ايه لنفسك؟ رقم اتنين طبعا دورك تجاه ربنا، دورك كابنه لو انت ابنه وعندك اب وام، دورك كاخت عندك اخوات، دورك كام، دورك كزوجه. ونفصل يا جماعه ما بين دور الزوجه ودور الام، لان لما تيجي تتكلمي مع واحده تقول لك ايه، ما انا بطبخ وبغسل وبمسح وبعمل وانا كده عامله اللي عليا، طب حضرتك هو ده دورك كزوجه؟ هو ده اللي الزوج محتاجه؟ عرفتي احتياجات زوجك ايه؟ انت عرفت احتياجات زوجتك ايه؟ ما انا بنزل وبشتغل وبجيب لهم فلوس وبصرف على بجيب فلوس المدارس وبجيب فلوس الاكل. للاسف احنا فاهمين الادوار دي غلط، فانا محتاج احدد الادوار، وده اللي احنا هنكتبه برضو في التاسك، الدور الاول كذا، الدور الثاني كذا، الدور الثالث كذا، وبعمل ايه في حياتي، وبدل مين اكتر من مين، ومقصر مع مين، ومين محتاج ان انا اعمل توازن معاه شويه. طيب محتاج كمان اعرف ايه اللي بيسعد نفسي وايه اللي بيزعلني، ايه اللي بيبسطني، ايه اكتر حاجه بتضايقني. طيب من ضمن التاسكات برضو انا عايزه 5 حاجات بتسعدك، وال5 حاجات دول تكون حاجات مش محتاجه للاخر، علشان ما بقاش معتمده على الاخر، لان السعاده جوانا، انا اللي بشوف الحاجه دي، لو شايفاها بنظره واحد فرحان وسعيد هيشوف الحاجه دي كويس، لكن لو انا شايفاها بنظره حد مخنوق ومتضايق ومش قابل الحياه ومش قابل نفسه هيشوفها وحش. فأنا محتاجة عشان أشحن نفسي وأشحن طاقتي والشمعة ما تحترقش ونبقى شمس مضيئة بتبعث الدفء للآخرين، وما زالت بتبعث الدفء مش مستنية حاجة من حد، فمحتاجة أنا أعرف أبسط نفسي، أشوف لنفسي حاجات معينة بحب أعملها زي الهواية. أنا عندي هواية بتخليني أحس كده إن أنا مبسوطة وسعيدة، ما بحسش بالوقت وأنا بعملها، يبقى انا كده ماشيه ناحيه صحه نفسيه جيده. طيب انا بحب الشوكولاته مثلا، انا احب كده اقعد ساعه العصاري اشرب لي كوفي ميكس بتاعي او القهوه او قهوه مع شوكولاته، او بحب اعمل كذا. مهم جدا ان انا ادي لنفسي فاصل كل يوم ربع ساعه، احنا بنبدا في الكورس بربع ساعه يوميا، لازم ابقى عامله لنفسي الربع ساعه دي. هتقولي لي مفيش وقت، مش قادرة، ما عندي ظروف، عندي حاجات، عندي كذا، عندي كذا، هتفضلي طول الوقت في الدوامة، طول الوقت في الطاحونة بتطحني، وفي الآخر هتلاقي نفسك بتخلصي ورصيدك بينفذ. الموبايل بتاعنا احنا بنفضل ماسكينه طول اليوم، كل شوية بنحطه في الشاحن، كل شوية بنحطه في الشاحن عشان يقدر يكمل.
فانت كمان محتاجه تتشحني، انت كمان محتاجه انك تحسي بوقت ليكي انت لوحدك، وقت فاصل لنفسك، وقت تتبسطي فيه، وقت تعملي فيه حاجات انت حباها، مش طول الوقت انت ماشيه في التزامات ومسؤوليات، وده عليا وده مفروض، واذاكر لده واذاكر واعمل لده وانظف ده، هتلاقي في نفسك في الاخر وقعتي، هتلاقي الصحه بتاعتك، الصحه النفسيه او الصحه الجسديه بدات تقل، ما بقتش زي الاول، ما بقاش بنفس النشاط ولا نفس الحيويه بتاعت زمان. طيب كمان انا محتاج اعرف نمط شخصيتي، لان نمط شخصيتي هيخليني افهم نفسي، هفهم انا طريقتي بفهم ازاي، الطريقه اللي انا بتوصل لي المعلومه بتوصل لي ازاي، انا هقدر اعرف الاخرين بعد كده من نمط شخصيتهم، اقدر اوصل له المعلومه ازاي. انماط الشخصيه كتير، الاساسيين او المعروفين قوي في حاجه اسمها النمط البصري، وفي النمط السمعي، وفي النمط الحسي. النمط البصري ده بيعتمد على النظر، على البصر. عايزه تتعلمي، بتفضلي ان انت تسمعي تشوفي فيديوهات او تحضري محاضره لايف كده بتقدري تستوعبي اكتر، بتفهمي اكتر، فتقولي اه انا كده بصريه. البصري كمان بيبقى فيه ميزه القياده، بيحب ان هو يبقى قائد، بيحب ان كلمته تبقى مسموعه، ما بيحبش التفاصيل، ما بيحبش الرغي، جيب لي من الاخر. ده الشخص البصري. انا بقول مختصرات، لكن اللي محتاج يتخصص في حاجه معينه او في حته فعلا محتاج يفهمها اكتر، فبيبتدي يدور مع في الكورسات في جمعيه رساله على الحاجه اللي هو بيدور عليها. في نمط الشخصيه السمعي اللي بيعتمد على السمع، ده ممكن تشغليه تسجيلات وتلاقيه بيكر وراكي، مشغله جنبه قران فتلاقيه بيحفظ القران، شغال بالسمع، ده بيهتم قوي بالتفاصيل، عايز يسمع منك التفاصيل، عنده استعداد يسمع اكتر، تحليلي، بيحلل الكلام اللي بتقوليه، بيحاول يفهمه كويس. فده ما ينفعش تقول له كلمتين ولخص، لا هو عايز يستوعب ويفهم الاول قبل ما ينفذ. الشخصيه الثالثه اللي هو الشخص الحسي، ده شخص حساس، تلاقيه هو بيتكلم كده يقول انا حاسس، انا حاسس كده ان الانسان ده كويس، انا حاسه النهارده ان اليوم جميل، فتلاقيه دايما كلامه او دايما بيتعامل بالمشاعر، دايما بيتعامل بالاحاسيس. طب هل انا واحد من دول؟ لا، احنا الثلاثه، كل واحد فينا عنده الثلاثه، ولكن في حته زايده عن الثانيه، فبيتقال عليه ده نمط شخصي، ده نمط بصري، ده نمط سمعي، ده نمط حسي، ولكن كلنا عندنا الثلاث انماط ولكن بنسب مختلفه. فانا محتاج اعرف نمط شخصيتي علشان افهم الطريقة اللي أنا بستوعب بيها، الطريقة اللي أنا بتعامل بيها مع الآخرين، أقدر أوصل لهم الطريقة اللي أنا بفهم بيها أكتر أو بستوعب بيها أكتر، وفي نفس الوقت أنا لما بعرف اللي قدامي بعرف أتعامل معاه إزاي. بعد كده المهارات، محتاجة أعرف أنا محتاجة مهارات إيه تساعدني إن أنا دلوقتي أنا عندي، عرفت إن عندي نقاط قوة وعندي نقاط ضعف، طب أنا عايزة أقوي نقاط الضعف اللي عندي دي لأني محتاجاها في حاجة معينة، عايز اشتغل على نقاط القوه دي، طب انا في مهارات محتاجاها، زي مثلا لما حد يقول لي انا عصبيه جدا وتيجي تقول لي ابني عصبي، فانا اول سؤال بساله لها انت عصبيه؟ بتقول لي اه، ولا يبقى ابتدي بنفسك قبل ما نبدا بتعديل سلوك الولد. الاول الاساس هو مرايه ليكي، فانت عصبيه، ما محتاجه انك تعملي مهاره اداره الغضب. في حاجه اسمها اداره الغضب، انت من حقك تتعصب، لان العصبيه او الغضب دي حاجة من حاجات اللي ربنا رزقنا بيها، ربنا ادهلنا علشان هتفيدنا، مفيش حاجة بدهلنا، ولكن كل ما زاد عن حده اتقلب ضده. العصبية الزايدة اللي بتخليك تغلط في اللي قدامك، اللي بتخليك تخسر اللي حواليك، اللي بتخليك تأذي ولادك نفسيا، تأذي زوجك نفسيا، بتأذي مراتك نفسيا، يبقى احنا محتاجين نعمل حاجة اسمها إدارة الغضب. في ناس ما بتعرفش تتعصب، في ناس بتحط في نفسها يقول لك انا على طول الوقت عصبية بس جوايا، وده بيأثر على صحتها الجسدية وصحتها النفسية. يبقى أنا محتاجة أبقى متوازنة، يبقى أنا محتاجة مهارة زي مهارة إدارة الغضب. طيب إيه تاني؟ مهارة إدارة الضغوط. أنا لما بيجي لي أزمة أو موقف بتنح، ما ببقاش عارف أتصرف، يبقى أنت محتاج تتعلم إدارة الضغوط والأزمات. طيب مهارة إيه تانية؟ اتخاذ القرار. أنا
بيحطوني في موقف ما بعرفش اتخذ قرار. انا دايما بسأل الاخرين طب اعمل ايه، طب اتصرف ازاي، طب مش عارف ايه. يبقى انا محتاجه، عرفت ان انا عندي نقطه ضعف ان انا مش بعرف اتخذ قرار، يبقى انا محتاجه اتعلم مهاره زي مهاره اتخاذ القرار، مهاره تقدير الذات، مهاره حل المشكلات، مهاره الالقاء امام الجمهور. انا مش بعرف اتكلم قدام الناس وبتحرج ان انا اتكلم قدام الناس، وشي بيحمر، الكلام بيقع من لساني، مش عارف اقول ايه، الكلام بيتلخبط، ببقى مجهز وعامل ولاقي نفسي مش عارف. طيب ايه تاني؟ اداره الوقت. انا يومي كله ضايع، انت بتقولي لي ربع ساعه يوميا مع نفسك، انا ما عنديش وقت، انا بصحى كذا وبعمل كذا وبعمل كذا واليوم كله بيضيع ومش عارف ادير الوقت بتاعي. يبقى انت محتاجه تتعلمي مهاره اداره الوقت. تمام معايا؟ طيب بعد كده، بعد ما عرفنا نقاط قوتنا واشتغلنا عليها، عرفنا نقاط ضعفنا وبنقوي نفسنا فيها شوية، وأنا مقتنع إن أنا إنسان يا جماعة، كل البشر خطأون، ربنا خلقنا نغلط، ولو ما فيش حد بيغلط بيقول أنا هموت كل الناس وأجيب ناس تانية عشان تغلط عشان تستغفر، فلازم أقبل لنفسي الخطأ، لازم أقبل على نفسي الضعف، ان انا عندي نقطة ضعف، ما ازعلش من نفسي، ما احسش ان انا اقل من غيري. انا فاهم ان انا كائن على بعض كده ذو قيمة، ربنا خلقني بمميزات او نقاط قوة كبيرة، وعندي بعض النقاط الضعف اللي انا ممكن اشتغل عليها وممكن اطور من نفسي. يبقى انا كده ماشي نحو صحة نفسية جيدة. طيب محتاج اعرف اهدافي. الهدف لازم يبقى واضح ومحدد واقعي. زي مثال انا دايما بقوله، ان واحده مثلا تقول لي انا عايز احفظ القران، انت هدفك ايه؟ انا عايز احفظ القران. اقول لها ده مش هدف، ده خيال، ده حلم مش هيبقى داخل في التنفيذ. ليه؟ لان هدف غير واقع. الهدف الواقعي بيبقى محدد بمده. طيب هسالها سؤال، انت عايز تحفظي القران، هل انت بتعرفي تقراي قراءه جيده؟ هتقول لي لا انا ما بعرفش، ان انا اصلا ما بمسكش المصحف. يبقى نبدأ خطوة خطوة. أنا الأول محتاجة أتعلم تجويد، محتاجة أتعلم القراءة الصحيحة. طيب أنا هدخل دورة، الدورة دي مثلا مدتها 3 شهور في التجويد، يبقى ده كده الهدف. يبقى هكتب كده قدامي الهدف بتاعي، أنا هحضر كورس تجويد لمدة 3 شهور. خلاص. بعد كده مثلا بدخل دورة تانية اسمها تصحيح التلاوة، أنا كل ده بفهم القرآن صح، بقرأه صح، ممكن أحضر التفسير الكلام ده. طيب ممكن أبدأ بطريقة تانية، إن أنا هتفق مع نفسي إن أنا يبقى لي ورد يومي، كل يوم هقرأ صفحة واحدة في القرآن. يعني ناس تقول لي أنا نفسي أقرأ القرآن، أنا ما بجيش جنب المصحف. طيب أنا بكرة هقرأ سورة البقرة. لا ما ينفعش، ما ينفعش نجري زي الصاروخ. لا أنا بكرة هقرأ صفحة واحدة بس. هتفق مع نفسي كده الوقت المناسب بالنسبة لي، لأن بيختلف من حد لحد. أنا مثلا عملت لنفسي قبل صلاة الظهر أقرأ الورد بتاعي أو الأذكار الصباح الكلام ده كله. طيب أنت لا أنت مش مناسب ليكي قبل الظهر، طب بعد الظهر، طب بعد صلاة العصر، طب بعد المغرب، طب بعد ما اليوم يخلص بعد العشاء. أحدد وقت محدد أكتبه كده في ورقة وقلم، أنا يوميا هقرأ وردي صفحة من القرآن. ولو لقيتي نفسك قادرة تقري 2 3 4 ما تطوعيش نفسك، لأن بعد كده هتيأسي، بعد كده تلاقي الشيطان جالك لا كتير، لا مش عارف ايه. لا خليكي مصممة على الهدف اللي انت حددتيه اللي هو صفحة واحدة. طيب في هدف تاني مهم بالنسبة لي جدا، هدف كبير جدا بالنسبة لنا، هو احنا اتخلقنا في الدنيا ليه؟ حد كده يكتب لي احنا مخلوقين في الدنيا، ربنا نزلنا في الأرض دي ليه؟ لو حد عايز يفتح المايك ويقول او حد يكتب. انما خلقت الانس والجن ليعبدون، نعبد ربنا ونذكره ونسبحه. جميل. او مين اللي بتتكلم؟ انتصار. انتصار، ما شاء الله انتصار شاطرة. الآية بتقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. احنا اتخلقنا كلنا علشان نعبد ربنا، يبقى الهدف الكبير
دايما نحطه قصاد عينينا كده واحنا بنعمل اي حاجه في حياتنا. وانت بتتجوزي حطي هدفك ربنا، وانت بتربي اولادك هدفك ربنا، دول امانه، زوجك ده امانه، زوجتك امانه، كل دول انت هتتحاسب عليهم. انت بتعبد ربنا في زوجتك، انت بتعبدي ربنا في زوجك، انت بتعبدي ربنا في ابنائك. انت دورك خليفه الله في الارض، انت بتوصلي الرساله، انت اتجوزتي وخلفتي علشان تعمري الكون، عشان تقولي لابنائك لا اله الا الله. انت بتنشئ، انت نبي يعني زي الرسول، بتبلغي ابنائك ان ربنا واحد احد، ما لهوش حد تاني. فبالتالي الهدف الكبير في حياتك طول ما انت ماشيه، اتقي الله في شغلك، اتقي الله في بيتك، اتقي الله في عملك، اتقي كل حاجه. انت حاطه الهدف الكبير، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تمام، ده الهدف الاساسي اللي هتبداي بيه بالرحله. بعد كده بتحطي بقى الاهداف الصغيره اللي انت عايزاها. انا لما بنيجي نعدل سلوك طفل، ما بينفعش تقولي لي ايه ده ما بيسمعش الكلام وما بيذاكرش ومش منظم ومش وبيكذب وبيسرق. لا، بناخد هدف واحد بس، بناخد ايه اكتر سلوك مضايقك في الطفل او في نفسك بقى لو انت عايز تظبطي حاجه عندك، سلوك واحد بس، ما ينفعش ناخد كل السلوكيات. فده اللي هيبقى الهدف. هدفي ان انا اغير سلوك ابني في الحته الفلانيه، هدفي ان انا عايز انشط او ازود نقطه قوتي في حاجه معينه. تمام، محتاجه كمان اعرف شغفي ايه، الحاجه اللي انا دايما عيني عليها، عايزه اوصل لها، عايزه احققها، احلامي، طموحاتي، كل الحاجات دي. انا زي ما قلت لكم، كانك باصه في المرايه وشايفاها. عايزاكي تشوفي ده، عايزاكي تشوفي نفسك، عايزاكي تحبيها، عايزاكي تتوافقي معاها، ترضي عنها، ترضي ان هي انسان ذو قيمه، وفي نفس الوقت عنده نقاط قوه ونقاط ضعف، عادي جدا. طيب هقول مثال بسيط في حياتي انا العمليه. انا عندي نقطه قوه ان انا بحب اتعلم، دي نقطه قوه اسمها حب التعلم، بحب اتعلم، بحضر محاضرات، اسمع كورسات، اشوف فيديوهات على اليوتيوب، اقرا كتب، المهم ان انا عايزه اتعلم. تمام، فاصبح عندي كم كبير من المعلومات. طيب في ميزه تانية او نقطه قوه تانية عندي، اني بحب اساعد الاخرين، بحب اوصل المعلومات اللي انا خدتها دي للاخرين. فكنت طول الوقت ببعت للناس بقى على الواتساب، بص المعلومه دي. ففي ناس كانت بتتضايق، بتفترض مثلا ان انا شايفه نفسي احسن منهم، فانا بتامر عليهم او بتكبر عليهم، فكانوا بيتضايقوا من الحاجه دي. طيب في المقابل عندي نقطه ضعف، ان انا ما كنتش بعرف اواجه الجمهور، بتحرج ان انا اقف اتكلم كده، كنت وشي بيحمر ومراخيري بتحمر وداني بتحمر وكل حاجه بتحمر وكلام بيقع مني والكلام ده كله. طيب ازاي اوصل المعلومه وفي نفس الوقت اساعد الاخرين وهم يكونوا هم المتقبلين ان هم يسمعوا؟ فاخدت كورس برضو من جمعيه رساله اسمه تي او تي، يعني تدريب المتدربين. اتعلمت ازاي ان انا اقف اواجه الجمهور، وازاي انا اتكلم، وازاي اظبط النمط الصوت والنمط الشكل والنمط التعبير، وحاجات كتير اتعلمتها علشان اوصل. الموضوع كان في البدايه صعب جدا، مش عايزه اقول لكم، يعني انا بدات انت بتقوم بقى تتدرب، بتقومي 5 دقايق بس، 5 دقايق دول مش عايزه اقول لكم كانت الظروف كانت عامله ازاي، وشكلي كان عامل ازاي، ومكسوفه ازاي، ومحرجه ازاي. مجرد كلمه من احدى المتدربات، ويمكن افتكرها لها، كانت متدربه معانا، قالت لي انت عندك محتوى حلو قوي، انت بتقولي محتوى حلو. فركزت على الفكره دي، ان انا عندي محتوى حلو، وما ركزتش على ان انا مش محرجه. مع الكورس، محاضره مع الثانيه مع الثالثه، بدات ال5 دقايق بقت 10 دقايق، بقت ربع ساعه، بقى ساعه، بقيت اعمل فيديو، الكلام ده كله. بفضل الله بقت محاضره ساعتين. الجزء ال5 دقايق اللي كنت لسه بادئه بتكلم فيها دي، بدل ما كانت 5 دقايق بقت ساعتين، الساعتين بقت محاضرتين. ما شاء الله دلوقتي وصلت الكورس بتاعي بقى، ده ما كان 5 دقايق بقى 6 محاضرات بفضل الله. فالفكره هنا هو التطور، ان انا عرفت نقطه قوتي واشتغلت عليها. طب انا عندي نقطه ضعف هتبوظ لي اللي انا عايزه اعمله او الهدف اللي انا حققته، اشتغلت على نقطه الضعف.
فهمته؟ يبقى انا ده الفايده من ان انا اعرف نقطه قوتي واعرف نقطه ضعفي واعرف مهاراتي واعرف الحاجات اللي بتبسطني واعرف كل الحاجات دي علشان احس بالتطور، عشان احس بسعاده او بصحه نفسيه جيده، واقدر احقق اهدافي اللي انا موجوده عشانها في الحياه. طيب، في حاجه اسمها مثلث مرسيدس، ده ليه علاقه برضو بالصحه النفسيه. لما بتروح لطبيب نفسي او معالج نفسي او اخصائي نفسي، والثلاث معاني مختلفين يا جماعه، الطبيب النفسي الوحيد اللي يكتب لك علاج نفسي هو الوحيد اللي من حقه يمسك روجيتا ويكتبها، ده خريج كليه طب، اتخرج 7 سنين، درس 7 سنين غير الماجستير والكلام ده كله، ده طبيب نفسي من حقه يكتب لك علاج نفسي لما بيوصل الموضوع لمرض نفسي. طيب اللي قبليه بقى الاخصائي النفسي والمعالج النفسي، ده بيبقى خريج كليه اداب او خريج خدمه اجتماعيه وبياخد 4 سنين كليه، وبيبقى معاه مزاوله مهنه اخصائي نفسي. ده ملهوش ان هو يكتب لك اي علاج نفسي، هو كل الفكره ان هو بيعالجك باحدى الطرق للعلاج النفسي. من ضمن الطرق للعلاج النفسي حاجه اسمها العلاج المعرفي السلوكي. لما بتروح لطبيب نفسي بيبتدي يدور على افكارك، ايه الفكره اللي بتجيلك لما بيحصل موقف، انت دلوقتي اتعصبتي عشان حصل موقف، هيقول لك اكتبي لي بسرعه المعتقد او الفكره اللي جت في دماغك في ساعتها. هو جوزي بيعمل كده عشان شايفني قليله، هي مراتي بتعمل كده عشان شايفاني مش راجل، فبالتالي دي الفكره اللي جت في دماغك اول حاجه. العلاج المعرفي السلوكي شغال على ايه؟ ان الفكره هي السبب في الوصول الانسان ل يعني سوء الصحة النفسية، يعني أبقى مريض أبقى مضطرب بسبب الأفكار دي. أفكار غرزت فيا من وأنا صغير، بنسميها معتقدات راسخة جوه دماغي من زمان، من أول 7 سنين، فالمعتقد ده بيفضل عايش معايا طول عمري، فأي حد بيجي يقول لي كلمة بيخبط في المعتقد ده. يبقى الدكتور بيبقى دوره إن هو يشتغل على الفكرة دي ويهدها لو هي فكرة غلط. الأفكار بتؤدي لمشاعر، الفكرة دي خلتني غضبانة جدا، الفكرة دي وصلتني لسلوك اللي هو أنا مش هاكل، ده سلوك، أنا مش عارفة أنام، ده سلوك، أنا هقوم أضرب العيال، فده سلوك. فالسلوك السيء اللي حصل ده أساسه الأفكار، فالدكتور بيعالج عن طريق الفكرة دي، ويبتدي يشتغل على الفكرة، بيبتدي يخليكي أنت تكرهي الفكرة أو يعني مش ترفضيها، تقولي لا مش هي دي، بتبتدي تصححي الفكرة لفكرة أصح. زي مثلا عندنا فكرة من الأفكار كل الرجالة خاينين، مفيش راجل عينه مش دايغة، كل الرجالة بتبص على الستات، كل الرجالة لازم تكون زوجتها، زي مثلا فكرة كل الستات نكديين، كل ست نكديه، ما بيحبوش الضحك ولا الهزار ولا الفرفشه، واول ما تدخل تنكد على جوزها، اول ما جوزها يدخل تنكد عليه، والكلام ده كله دي اسمها افكار خاطئه، لان انا بعمم بقول كل فلان، كل الرجاله، كل الستات، كل الصعايده، كل المنوفيين، كل الشرقويه، كل، ما فيش حاجه اسمها كل، كلنا بشر، وكل واحد فينا بيتفاوت في نسب، في الافكار، في الخبرات، في الحاجه، الظروف اللي مر بيها، فما ينفعش اشبه كل الرجاله بحاجه واحده، كل الستات بحاجه واحده، تمام؟ ده نوع من انواع الافكار الخاطئه، لكن افكار خاطئه كتير جدا. لو لقيت الناس متفاعله معايا وبتشتغل معايا على الجروب، احنا الكورس بتاعنا بيبقى طول الاسبوع بنروح ونيجي مع بعض، في اختبارات، في حاجات، هنزل لكم حاجات افضل يعني اكتر في الموضوع ده. طيب برضو الصحة النفسية هنا موضوع إدارة الذات. أنا دلوقتي حبيت نفسي وقدرتها، فهعمل حاجة اسمها إدارة الذات، يبقى مفتاحي في إيدي، مش أي حد يجي يضايقني فاتضايق واتعصب واتنرفز وما اكلش وما نامش أو أكل كتير أو أتعصب، يبقى أنا كده مفتاحي مش معايا، مفتاحي مع الآخرين. يبقى أنا لما أعرف أدير ذاتي هعرف أتحكم في أفكاري، هعرف أتحكم في مشاعري، هعرف أتحكم في الحاجات اللي حواليا كلها، ومحدش يقدر يهزني زي ما بيقول، يا جبل ما يهزك ليه. طيب
إدارة الذات هي القدرة على توجيه القيم والمشاعر. إحنا قلنا الإنسان عبارة عن قيم، عبارة عن مشاعر، عبارة عن أفكار، إمكانيات، مهارات، نقاط قوة ونقاط ضعف. عايز أشتغل على كل ده ناحية الهدف اللي أنا عايز أحققه، وأستغل الحاجات دي استغلال الأمثل. يبقى هي دي إدارة الذات، إن أنا عارف أوجه كل الحاجات دي ناحية الهدف اللي أنا بسعى إليه. طيب إيه أهمية إدارة الذات؟ ليه أنا مهم أعمل الكلام دوت؟ أنت اللي جاية تقول لي الكلام دوت، ليه مهم؟ إيه هي خطوات إدارة الذات؟ إيه الخطوات اللي أنا همشي عليها علشان أعرف أمسك المفتاح في إيدي؟ إيه اللي بيمنعك إنك تقدري تديري ذاتك أو تفهمي نفسك كويس؟ أول حاجة أهمية إدارة الذات. أول حاجة إن أنا لما أفهم نفسي، أنا عرفت خلاص نقاط قوتي ونقاط ضعفي، هعرف أستثمر نقاط القوة دي. أستثمرها يعني أزودها. يعني أنا دلوقتي كان عندي مهارة حب التعلم، أنا دلوقتي بقيت أقدر أوصل المعلومة للآخرين، يبقى أنا استثمرت نقطة القوة دي، وانا ممكن اوصل. يعني طبعا الحمد لله بستثمرها مع الله، ان انا باخد عليها حسنات او اخد عليها اجر، ولو عايز اخد عليها فلوس هبقى كده انا عملت استثمار مادي. تمام، هقدر اعالج نقاط القوه او نقاط الضعف. يبقى انا عندي فهم، لما هعرف ادير ذاتي يبقى انا هعرف نقاط قوتي واستثمرها، هعرف اعالج نقاط الضعف اللي عندي. طيب رقم 2، أهمية إدارة الذات زيادة الثقة بالنفس. هبقى واثق من نفسي. لو جه حد قال لي إيه، أنا عارف نفسي، أنا عارف إن أنا صناع رباني. أنت بتتكلمي في إيه؟ قولي اللي أنت عايزة تقوليه. شعرك مش عارف إيه، عينك إيه، لبسك إيه، مش عارف إيه. يعني يمكن حاجة بقولها معرفش، يعني ما تزعلوش مني لما بلاقي بنت مثلا حاطة ميك اب وحاطة مش عارف إيه وعاملة إيه وعاملة إيه. أنا بسميها ما عندهاش ثقة بنفسها، هي عايزة تبرز حاجة معينة، عايزة تظهر حاجة معينة عشان تبان إنها جميلة، إنها تبان إن هي حلوة. في حين إن أنت حلوة لأن ربنا اللي خلقك. أنت جميلة بملامحك، بمواصفاتك، مش الميك اب أو الحاجة دي اللي هتميزك عن الآخرين، ولا هي دي اللي هتحليكي. بالعكس، في بعض الناس بتشمئز من الميك اب ده، ما بتحبوش. طيب الثقة بالنفس كمان، لو أنا هعرف أدير ذاتي وعندي ثقة بالنفس هعرف أقول لأ. ثقة بالنفس يعني أقول لأ، ودي للأسف حاجة ما اتعلمناهاش من وإحنا صغيرين. لأ، لازم أقول حاضر عشان الناس ما تزعلش مني، لازم أقول حاضر عشان أرضي بابا وماما، لازم أقول حاضر عشان كذا كذا كذا. لأ، أنا محتاج إن أنا أقول لأ في الوقت المناسب للشخص المناسب بالطريقة المناسبة. يبقى دي من أهمية إدارة الذات. طب أنا أعرف أطور الأدوار بتاعتي في المجتمع، كدوري كزوجة كأم كعاملة، كل الحاجات دي أنا هعرف أطورها لو أنا في إيدي المفتاح وعارفة أدير ذاتي. طيب إيه تاني؟ زيادة الدافعية للإنجاز. أنا عرفت بقى قيمتي وعرفت قوتي وعرفت النقاط اللي عندي، فعندي دافعية إن أنا أنجز. أنا عايز أنجح، أنا عايز أوصل للهدف، أنا عايز أحقق كذا. فبقى عندك دافعية داخلية وتحفيز ذاتي، مش محتاجة حد من بره يجي يحفزك أو يسقف لك أو يقول لك يلا أو يشجعك. أنت بقى عندك الدافعية الداخلية من جواك، وفي نفس الوقت بيقلل من معدل الإحباط والفشل. ما تبقيش حاسة إن أنا خلاص أنا فاشلة، أنا مش هنفع، كل ما يحصل عقبة أو إعاقة خلاص أنا مش هكمل. لأ، طول ما انت قادره تديري ذاتك وبتطوري من نفسك وفاهمه نفسك واثقه في نفسك، هتبتدي ايه؟ تقل معدلات الفشل والاحباط. 4، بوفر الجهد والمال. انا خلاص وصلت للجزئيه، انا ما حدش بقى كل شويه يوقعني، ما فيش عقبات هتجيلنا كتير، لان انا فاهمه نفسي وعارفه انا رايحه فين وجايه منين. طيب ايه خطوات اداره الذات؟ ايه الخطوات اللي انا هاخدها عشان ادير ذاتي؟ زي ما قلنا، اول حاجه ان انا اعرف نقاط قوتي ونقاط ضعفي. رقم 2، اختار الاهداف وصيغها صياغه صحيحه، اللي انا شرحتها الحته بتاعت الهدف، ان هدف يكون واقعي ومحدد، بيسموها سمارت، هدف سمارت، يعني واضح محدد واقعي ومتحدد بوقت وممكن قياسه. يعني انا خلال 3 شهور
هحضر الدورة الفلانية اللي هتعلم فيها كذا. طيب أول شهر أنا بدأت فعلا يعني أقصر شوية، فابتدي أشد نفسي شوية، أنا كده بقيس وبقيم نفسي أنا ماشية في الدورة دي بتعلم منها ولا لأ، فابتدي أشد فيها شوية وهكذا. يبقى ده الهدف المحدد المطلوب إن إحنا نعمله. كمان إيه خطوة تاني؟ اختيار أساليب مناسبة. اختار الاساليب اللي هتساعدني ان انا اوصل لاداره نفسي وتحقيق اهدافي. الاسراع في التنفيذ، يعني احنا النهارده قلنا احنا حضرنا المحاضره بسرعه، الاختبار نزل بسرعه، هحل الاختبار بسرعه، هبعت الاختبار. ليه؟ لان التسويف بيوقفك، التسويف بيعطلك. خلاص اصلا اتشغلت، اصلا مش فاضيه، اصلا مش عارف، احنا لسه الوقت في الحماس بتاعنا موجود، يبقى انا هبتدي احل الاختبار بسرعه، ابتدي يبقى ده اسمه الاسراع في التنفيذ. التقييم المستمر من الخطوات المهمه لاداره الذات، طول الوقت بقيم نفسي. انا استفدت ايه من المحاضره دي؟ طب المحاضره اللي بعديها؟ لا انا استفدت من المحاضره كذا. ويمكن دايما بقول في اخر المحاضره يا جماعه اللي استفاد من حاجه او في حاجه كده سمعت عنده او نورت في دماغه يكتبها بسرعه على طول على الجروب، منها بيشجع الاخرين، منها بيثبت عنده الحاجه اللي سبتت في دماغه او فرحته او اتعلمها او استفادها، وطبعا بيضيف للناس اللي ممكن تكون ما وصلتلوش الفكره دي، وبيضيف للناس اللي ما حضرتش معانا. طيب ايه اللي بيمنعك بقى انك تديري ذاتك؟ ايه الحاجه اللي ممكن تعطلك ان انت مش عارفه تمسكي ادوات نفسك او زمام نفسك او في غيرك بيتحكم فيكي؟ اول حاجه انك طول الوقت خايفه من الفشل. لا انا مش هعرف، لا انا مش هقدر، انا هفشل، انا مش هنجح، او خايفه من نقد الاخرين ان الناس هتقول عليا كذا. انت يا ست محاضرات اللي بتحضريها دي ولا ليها لازمه، يا ست ام العريف، يا ست الحاجه يا اللي لبست الحجاب مثلا، ولا يا ست الحاجه اللي ماسكه المصحف. ويبتدوا النقد ده اللي بيخليكي طول ما كل شويه تسوفي، لا خلاص، طب مش دلوقتي، طب بكره، طب بعده. في عالم اجنبي بيقول لك الناس هم الجحيم الكبير، اسمه البير، عالم اسمه البير، الناس هم الجحيم. لو انت حطيتي الناس هم مركز الكون بالنسبه لك، يرضوا عنك، يبسطوا منك، يعني يقولوا رايهم فيكي، الكلام ده كله، فهم مصدر الجحيم، هم الجحيم بالنسبه لك، لان هم كده بيأذوكي وبيوقفوا مسيره التطور ومسيره الصحه الجيده. الحاجه كمان اللي بتوقفك المقارنه ما بينك وما بين الاخر، ان انا اقعد اقارن نفسي بفلانه. ما ينفعش اقارن نفسي بفلان، انا مع انت ما عندكيش حب تعلم، ما عندكيش مهاره اداره الغضب، ما عندكيش مهاره، ما ينفعش اقارن نفسي بغيري. امال ايه الصح؟ الصح ان انا اقارن نفسي بنفسي. يعني ايه اقارن نفسي بنفسي؟ يعني النهارده حضرت المحاضره، اقارن نفسي بنفسي بعد شهر، يا ترى المحاضره دي سمعت معايا وفعلا انا وصلت في اخر الكورس، او وصلت بعد شهر في حاجه افادتني من الكورس ده طلعت بيها على اخر الشهر، يبقى انا بقيم نفسي، بقارن نفسي، بقارن نفسي السنه دي في السنه اللي قبلها. انا اتطورت بكذا، انا اتعلمت كذا، انا فهمت كذا. لكن انا قارن نفسي بالاخرين، ده هيوقف اداره نفسك او اداره ذاتك. الناس حاضره معايا؟ الناس معايا كده؟ حد يقول لي حاجه استوقفته حابب يسأل فيها؟ تصوير كتبه لأجل العبادة. حد عايز يسأل حاجة؟ حد معانا أساسا يا سوير؟ أنا مش شايفة حد معانا. فاطمة ومحمد وانتصار وتقريبا مي محمد أو مي محمد. حد عايز معانا يسأل؟ دول. أو حد عايز يسأل حاجة تاني؟ حد عايز يسأل أصلا؟ حد يسأل؟ طب لغاية كده إحنا فاهمين الموضوع واضح بالنسبة لنا. أنا كمربي محتاج إن أنا أكون بصحة نفسية جيدة علشان أقدر أكون مؤهل للتربية. ما ينفعش أدخل على طول في المحاضرة أقول لك يلا عدل سلوك ابنك، هو عصبي،
اديله قلمين عشان يبطل عصبيه، لا طبطب عليه عشان هات له هديه عشان ما يبقاش عصبي. لا، الاول انا لازم ابقى فاهم نفسي، لازم عارف ادير ذاتي، عارف اتحكم في نفسي. لو انا ام عصبيه وطول الوقت ماشيه بلطش في الاولاد، طيب عايزه السلوك بتاع الولد يبقى عامل ازاي؟ هو فاهم ان الطريقه في التفاهم ما بيننا في البيت هو الضرب. انت ضربتي اخوه الصغير، فما تعتبيش عليه لو هو ضرب اخوه الصغير. ليه؟ لان دي لغه التفاهم، هو مش شايف غيرها. فكان لازم لما نبدا التربيه رقم واحد المربي. 75% بالنسبه لي انا في وجهه نظري يعني المربي، لو صلح المربي هيصلح بعد كده الابناء. تمام؟ الناس معايا، وفي اي حاجه واقفه معاكم، في حاجه الموضوع مفهوم لغايه دلوقتي؟ ده اسمه مؤشر الصحه النفسيه. المؤشر ده في دايره في النص لونها لبني كده، وفي سهم يمين وفي سهم شمال. سهم انا عايزه كل واحد يحدد موقعه من الدايره اللي في النص دي. هل انا ماشي ناحيه السواء النفسي، ولا انا ماشي ناحيه عدم السواء؟ انا كل يوم بتعصب زياده، كل يوم باكل اكتر علشان انسى، بنام كتير، او انا ما بنامش خالص، او طول اليوم عندي ارق كده، انا ماشي ناحيه عدم السواء. لا، انا الحمد لله بظبط مواعيد نومي، الحمد لله باكل اكل صحي، باكل اكل متوازن، مش عمال باكل على طول، ولا ببطل اكل كل شويه، ولا ممنع الاكل، ما بتعصبش على الاخرين. طب فيا الحاجه دي وبحاول اصلحها، بحاول اظبطها، بشتغل عليها مره وبقع مره، مش مشكله، ولكن انا ماشي في ناحيه التطور النفسي. هي دي يعني، ده يعني زي ما خدناها، ما هو مفهوم الصحة النفسية، هي دي بقى الرسمة بتاعتها والمؤشر بتاعها. مفيش حد سوي نفسيا 100%، لأن كلنا مرينا بظروف ومرينا بتجارب، وفي ناس مرت بصدمات صعبة، وفي ناس مرت بإساءات في التربية زي النقد والمقارنة والضرب والإهانة والشتيمة والسب وحاجات كتير مرينا في حياتنا فيها، أو ظروف بقى انفصال، كنت متجوزة وانفصلتي، أو حد اساء اليكي، تحرش، حاجات كتير ممكن نكون مرينا بيها. كل ده بيؤدي الى ايه؟ عدم السواء النفسي. ولكن الفرق بيني وبين عنده مشكله نفسيه ان انا مش واقفه مكاني، انا عندي المشكله ولكن مكمله، عندي المشكله وبقاوم، مش برفض المشكله ولكن بتقبلها. زي ما قلنا في حاجه، فرق بين الرفض والموافقه، ما بين الموافقه والتقبل. انا متقبله ان انا مريت بالظروف دي، متقبلاها وراضيه بيها، وبقول ان هي حاجه او حافز ان انا اطلع لقدام، ان انا اتطور. زي مثلا مثال كده، الخوف ده مشاعر من المشاعر اللي ربنا خلقها فينا، الغضب مشاعر من اللي ربنا خلقها فينا. هل معنى كده ان الخوف ده حاجه وحشه؟ هل معنى كده ان الغضب ده حاجه وحشه؟ ربنا مش هيخلق لنا حاجه وحشه. الخوف ربنا عمله فينا ليه؟ علشان احمي نفسي من الخطر. ولكن الخوف الزائد اللي يوقفك مكانك يبقى اصبح اضطراب نفسي، يبقى دخلنا في دايره الاضطراب النفسي. انا خايف يبقى في مشكله. ثواني عشان اللاب يفصل. لحقنا البيت. تمام؟ فالخوف المرضي اللي هو انت خايف تتحرك من مكانك، انت خايف للناس تقول عليك كذا، انت خايف من اتهام الاخرين، خايف من نقد الاخرين، خايف خايف خايف، يبقى انت واقف مكانك، يبقى في اضطراب نفسي، يبقى انت محتاج تلجأ لمتخصص. طيب بعد كده عندنا عجلة التوازن او جوانب التوازن. كل الحاجات دي مؤشرات انت ماشي على الطريق الصحه النفسيه الجيده، ولا انت في حاجه قصور معين محتاج انت تشتغل عليه. زي دلوقتي عندنا الدوائر اللي قدامنا دي، او جوانب التوازن. اول جانب في جوانب التوازن الجانب الروحي، علاقتك بالله، علاقتك بروحك،
الروح اللي جوانا دي محتاجه تغذيه زيها زي الجسم اللي بياكل وبيشرب. بتأدي الفروض اللي عليك، ليك ورد يومي، بتقول أذكارك اللي هي أصلا هالة بتحوطك بتحميك من أي شرور، حسد أو غيرة أو سحر أو أي حاجة. الهالة دي هي اللي بتحفظك وبتحميك. إيه علاقتك بربنا في تعاملاتك مع الآخرين؟ لأن إحنا عارفين إن الدين المعاملة مش بس يكفي ان انت بتصلي فروضك وبتصوم رمضانك وكده وانت اساسا معاملتك وحشه مع الاخرين، يبقى ده الجانب الروحي. طيب تدي لنفسك كام في الجانب الروحي ده مقارنه بالاخرين؟ هنعتبر ان كل واحده من دول نقول واحد من سبعه او واحد من عشره زي ما احنا عايزين، نديها رقم. ده برضو من ضمن التاسكات اللي احنا محتاجين نعملها، وان انا بنتظرها بعد المحاضره باذن الله لغايه اخر الاسبوع ولغايه المحاضره الجايه. اتمنى الناس تبعت الايه التاسكات. طيب بعد الجانب الروحي، الجانب الذاتي اللي احنا كنا بنتكلم عليه من اول المحاضره، اللي هو بتحب نفسك، متوافق مع نفسك، راضي عن نفسك، الكلام ده كله. بتطور من ذاتك، بتعلم مهارات جديده، بتكتسب حاجات جديده وهكذا. طيب الجانب الاسري اللي هي الاسره اللي انت قاعد فيها، هل انت قاعد مثلا مع والدك ووالدتك واخواتك؟ طيب قاعد في اوضه لوحدك وقافل على نفسك البيت ومالكش دعوه بالاخرين، زي الفيلم كده بتاع احمد حلمي لما كان ما يعرفش ان مامته مريضه وما ينفعش، وما يعرفش ان باباه ظروفه الماديه وحشه، وما يعرفش ان اخته مرتبطه بزميله والكلام ده كله. وقصه الفيلم كلها عايزه توصلك اللي هو ان انا اعيش مع الاسره دي، ابقى متعايش معاهم، مش يكفي ان انا ابن في اسمي ابن وخلاص. طب انت دورك ايه نحو مامتك، نحو باباك، نحو اختك، نحو اخوك؟ كل واحد فيهم ليه احتياجات منك كاخ او كابن. طيب لو الاسره كبيره شويه وعندك زوج وزوجه وابناء، انت دورك ايه كزوج؟ مفهومك ايه على الزوج اصلا؟ الفكره بتاعتنا ان هو الزوج بيصرف ويجيب فلوس وبس، مفهوم الام ان هي بتطبخ وتغسل وبس. للاسف المفاهيم دي غلط، يبقى انا محتاج ان انا ايه ده، هو في حاجه تانية؟ في حاجه تانية، يبقى انت محتاجه تكملي معانا الكورس عشان تعرفي دورك كام ايه ودورك كاب ايه. طيب الجانب الاجتماعي اللي هي العلاقات بقى الاجتماعيه، الجيران، الناس اللي في الشارع، زمايلك في الشغل، العلاقات اللي ركبت مع واحد في الاتوبيس، ركبت تاكسي، ركبت اوبر، ايا كان العلاقات الاجتماعيه عامله ايه معاك، متوازنه ولا لا؟ بتخرجي تروحي النادي مع اصحابك وتلعبي معاهم، ولا بتروحي كافيه مع اصحابك، ولا بتعمل ايه؟ الجانب الجسدي، جسمك بقى، الجسم بتاعك ده محتاج ايه؟ محتاج نظافه شخصيه. هل انت مهتم بالنظافه الشخصيه؟ محدش يستغرب، لان مريض الاكتئاب اللي عنده مرض اكتئاب من ضمن العلامات ان الانسان ده عنده اكتئاب ان هو 10 ايام على الاقل ما بيخشش يعمل شاور او ياخد شاور او لا بيغسل وشه ولا الكلام ده. ده يبقى بنقول على طول من ضمن العلامات بتاعته ان هو عنده مرض اكتئاب. يبقى اول حاجه نظافتك الشخصيه. رقم اتنين الاكل الصحي. مش مهم ان انا باكل، المهم جوده الطعام. انا طول اليوم باكل بره، باكل دليفري، باكل سندوتشات، باكل مش عارفه تيكاواي، باكل ايه، يبقى انت كده مش مهتم بالجانب ده، يبقى تدي لنفسك درجة قليلة. لا أنا باكل خضار وباكل فاكهة وباكل في مواعيد منتظمة وبعمل نظام معين للأكل، سواء أنا عايز أخس أو أنا عايز أدخن. يعني هي الموضوع أنا مش بتكلم على التخن والخسسان خالص، أنا بتكلم على الغذاء الصحي. ربنا خلق في كل حاجة فيتامينات، أنا محتاج أجمع في اليوم بتاعي كل الكمية المناسبة من البروتين، محتاج كمية مناسبة من فيتامين ألف، محتاج كمية مناسبة من فيتامين دال، كل الحاجات دي هل أنا مهتم بيها ولا لا؟ الجانب الجسدي كمان النوم. النوم الصحي مش مهم، أصلا أنا بنام من بعد الظهر للعصر، أنا والله مخلص الست ساعات بتوعي. أيوة إمتى؟ بتنام إمتى؟ نرجع للكتالوج، قلنا إحنا صناع رباني وربنا عمل لنا الكتالوج، فقال إيه في القرآن؟ وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. يبقى احنا بننام بالليل وبنصحى بالنهار. العلماء بقى بيقعدوا
يدوروا ويكتشفوا ويعرفوا طب هو ليه ربنا قال كده، هو كذا، او ساعات العالم بيكتشف الحاجه دي وبعدين يكتشفوا ان الكلام ده مكتوب في القران. قال لك ان المخ بيرمي خلايا، او الخلايا الخلايا سامعيني كده؟ تمام. المخ بيشتغل بالليل، بيرمي كل الخلايا التالفة، فهو محتاج التوقيت اللي ربنا حدده بعد صلاة العشاء اللي هو مثلا نقول من 10 بالليل لغاية الفجر، هو بيبتدي يرمي الخلايا التالفة دي. تمام. بعد كده برضو الجسم كله بيبتدي، يعني حتى في بعض الدكاترة، بس أنا معرفهاش الكلام ده علمي ولا لا، اللي هو من الساعة كذا للساعة كذا الكبد بيبتدي يعمل كذا، المعدة بتعمل كذا، المعدة بتستريح في الفترة دي زي ما احنا بيجي في رمضان كده المعدة بتستريح، تيجي انت بقى أول ما الفطار يجي تروح واكل 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 واكل، فبتروح مبوظ المعدة، تلاقي نفسك تقلت ومش عارف تقوم تصلي ولا تروح التراويح ولا الكلام ده. فكل حاجة ربنا خلقها، أجهزة اللي في جسمنا دي كلها ليها مواعيد وليها نظام وليها الحاجات دي. فهل انت الجانب الجسدي ده انت مهتم بيه ولا لا؟ زي الست مثلا اللي تقول لك مش لازم اروح لدكتور السنان لغايه ما تلاقي ضرسها ده يعني واجعها جدا وبتاع. طب ما انت عارفه ان من ضمن غيري طبعا انه اهتمام بنفسك، ودي ده واجب عليكي وربنا هيحاسبك على نفسك زي ما قلنا اعطي كل ذي حق حقه. طب انت عارفه ان ده يبقى واجب عليكي عشان زوجك برضو، ما هو من ضمن الحاجات ان هو عايز يبقى ريحه فمك حلوه، ما هو لازم يبقى شامم عنك ريحه كويسه، مش مهم حتى برفان وخلاص، لما الضرس ده هيعمل ريحه مش كويسه في الفم. طيب هتفضلي بقى كده متألمه وتعبانه ومش قادره تقومي تأدي واجباتك، طب ليه انا ما الحقش نفسي اول باول واروح للدكتور؟ ليه بضحي بصحتي علشان خاطر الاخرين؟ ما انا لو انا فيا صحه وفيا عافيه هقدر ادي اكتر، هيبقى عندي عطاء اكتر. طيب الجانب العقلي زي ان احنا بنحضر محاضره، بنسمع حاجه على اليوتيوب، بنتابع قنوات على اليوتيوب، وانا ابعت لكم ان شاء الله على الجروب قنوات كتيرة مفيدة، والناس اللي لسه جديدة ومش عارفة قنوات جديدة حلوة قوي قوي في كل المجالات، تعلمنا حاجات كتير وانت قاعدة في البيت، مش بدل الشات وبدل التيك توك وبدل الحاجات اللي ايه مجرد لعب وهزار يعني. يبقى انا بطور الجانب العقلي عندي ولا برضو انا ماشيه في الدايره في الطاحونه في الروتين الحياه، باكل وبشرب ورايحه وجايه، لكن مخي ده قفلته وركنته على جنب. بيقول لك حتى القرآن او حفظ القرآن بيقلل من فرصة حدوث الزهايمر، الناس اللي بيجي لها نسيان كتير ده. لو انا بحفظ تقول لك ايه، انا ما بعرفش احفظ، انا بنسى بسرعة. لما تدخل تحفظ القرآن تلاقي ربنا كأنك هي عضلة، العقل او عضلة الحفظ دي عضلة. لو انا بلعب رياضة فالعضلة هتبقى قوية، لو انا بحفظ العضله هتبقى قويه، لكن طول ما انا بوقف العضله فالعضله دي مش هتشتغل. يبقى ده الجانب الايه العقلي. الجانب المهني ان انا حددت لنفسي كارير، حددت لنفسي مجال هشتغل فيه، المجال ده هيدخل لي دخل معين، بطور نفسي فيه، بتعلم فيه حاجات جديده، بزود من مهاراتي فيه، باخد لغه، باخد كورسات كمبيوتر، اي سي دي ال، باوربوينت، اي حاجه، علشان هي دي اللي هتساعدني في عايز اشتغل في التسويق. طب انا هزود كتابه محتوى، طب انا هزود ديزاين، طب انا هزود تصوير، طب كذا كذا كذا. يبقى انا بعمل ايه في الجانب المهني بتاعي. بعد كده الجانب المالي، ايه العائد بقى اللي انا داخل لي من المكان او المهنه اللي انا هشتغلها دي. ممكن اكون بشتغل في حاجه لان انا مجبر عليها، ولكن بسعى في حاجه تانية وبشتغل عليها واحده واحده لغايه ما اوصل ليها واسيب المكان الاولاني. يبقى الجوانب دي كلها انا محتاج ادي لنفسي تقدير فيها، ادي لنفسي درجات فيها، واشوف ايه اللي جاي على مين، مين دايس على مين. انا مهتمه بالجانب الاسري وبولادي وبتربيه ولادي ومطنشه اهلي ومطنشه العلاقات الاجتماعيه وما بلحقش اصلي ومش مهتميه بنفسي ومش مهتميه بصحتي وما بنامش طول الليل وما بقراش حاجه وما بستفادش حاجه في يومي، يبقى انا كده ايه مركزه على جانب دون الجوانب الاخرى. يبقى انا محتاجه اشوف ده كمان قصادي في المرايه علشان ابتدي ادي توازن في الجوانب دي، لان انا لو متوازنه في الجوانب دي هبقى رايحه نحو صحه نفسيه جيده. طيب بعد كده عندنا عجله المشاعر.
مهم ان انا اعرف اعبر عن مشاعري، ودي من الحاجات المهمه اللي احنا بنعلمها للاباء والامهات يعلموها لاولادهم. ابنك جاي متضايق من بره، ما تقولوش روح اجري، لا تعالى حبيبي مالك، حاسس بايه؟ ممكن يكون مش عارف يعبر فيحكي لك القصه، فاديله كلمه، اه ده انت غضبان، ايه ده انت خايف. يبقى انا عندي عجله المشاعر في دايره اللي في النص بتحدد المشاعر الكبيره اللي هو الخوف، الغضب، مشمئز، حزين، سعيد، متفاجئ، تمام؟ يبقى الحاجات دي الاساسيات. اه يبقى انت غضبان، طب غضبان ليه؟ غضبان لان الميس احرجتني قدام الاولاد، يبقى انا منحرك. متباعد لان انا حاسس ان العيال كلها بعيده عني، يبقى انت غضبان لان انت حاسس ان اصحابك مش قريبين منك. غضبان لاني محبط، انا كل ما ارفع ايدي الميس مش بتسالني فانا محبط. غضبان لاني عدواني، بتخانق مع اصحابي طول الوقت، انا حاقد على الاخرين، تمام؟ حاسس بالإذلال، الميس ذلتني. معايا يا جماعة عشان في حد بيرن عليا، ثواني. معلش يا جماعة كده الصوت مسموع والدنيا رجعت زي ما كانت. معايا الناس معايا يا جماعة؟ ألو ألو، حد يفتح معاكي الفيلم معايا؟ طيب أنا معاكي، أه بس كان المايك معلق فمش راضي يفتح. تمام، طيرت لكم خلفية يعني. دي خاصية جديدة معرفوش. لا حلوة بصراحة، هو اللي اداني اختيارات، قلت ما اشوف ايه الاختيارات دي. تمام، اعملي لي بقى سكرين شوت وابعتها لي يا سوير والنبي. حاضر. ماشي، فدلوقتي احنا عندنا عجلة المشاعر دي، احنا قلنا ان احنا انا قلتها كمثال ازاي نطبقها على اولادنا. فانا برضو بكلم ان انت كمان محتاج تعرف مشاعرك في الوقت الحالي، انا حاسس ايه دلوقتي، وتطبطب على نفسك وتشجع نفسك. لو انت فرحان او مبسوط تشجع نفسك، لو انت متحمس قول لنفسك برافو، مش لازم تستنى التشجيع من الاخرين، اشكر نفسك. كنت قرأت كتاب لقاء اسمه ايه، عائد القرني تقريبا، اللي هو لا تحزن، بيقولك الناس ما بتشكرش ربنا، يعني ما حدش، في ناس ما بتدخلش كده تقول يا رب انا بشكرك على النعم اللي عندي. وده من ضمن التاسكات بتاعتنا يا جماعه، اللي هو الامتنان، ان انا امتن لربنا على النعم اللي عندي.
ده تمرين بيتعمل يوميا، عايز تعمله الصبح اعمله، عايز تعمله بالليل اعمله قبل ما تنام، اللي هو انا بمتن يا رب لنعمة البصر، انا بمتن يا رب للصوت اللي طالع دوت. انا يعني جت عليا فتره كان صوتي رايح خالص، فكنت حاسه ان خلاص انا مش هعرف اتكلم تاني. وانا شايفه ان بالنسبه لي ببقى مبسوطه ومستمتعه وانا بدي محاضرات، وان انا بعرف الناس على معلومات، وانا هدفي في الاول وفي الاخر ان الجيل اللي جاي يبقى جيل نفسيته سويه، ما بقاش عنده مشاكل او اساءات تاثر عليه نفسيا ويقدر يكمل حياته. فلما بحقق ده ببقى مبسوطه. فلما جه صوتي تعب حسيت قد ايه بالنعمه دي، يعني احنا مش بنحس بحاجه لما بنفتقدها، لما بتضيع مننا. ولكن لو انا كل مره حسيت بالنعمه، مش بس كتبتها او قلت الحمد لله يا رب، عايزاكم تكتبوا ده وانتوا حاسين الحمد لله ان انا ليا دخل مثلا، الحمد لله ان ليا زوج، حتى لو الزوج ده انا عندي معاه مشاكل. ففي بعض البنات لسه ما حصلهاش نصيب وما ارتبطتش، وفي ناس ارتبطت وما حصلش نصيب وانفصلت، ولكن انا عندي زوج لسه ما زالت الحياه مستمره، وممكن اصلح وممكن العلاقه ما بيننا تبقى افضل. يبقى النعم اللي حوالينا دي محتاجين نشوفها كويس ونبص لها نظره كويسه، علشان نحس براحه نفسيه، علشان نحس بسعاده، نحس بالصحه النفسيه اللي احنا جايين نتكلم عنها النهارده، علشان ابقى مربي مستعد للتربيه زي ما ربنا امرنا بيها، وان هي امانه، امانه ربنا يحاسبنا عليها، مش مجرد دور انا جاي اعمله وخلاص، او انا جاي عشان اتجوز وعايزه اتجوز وخلاص، ومش عارف ان في بعد الجواز ده مسؤوليه، ان في بعد كده تربيه، ان في بعد كده ابناء ربنا يحاسبني عليه. يبقى مهم ان انا اعرف مشاعري، مهم ان انا اطبطب على نفسي، مهم ان انا افرح معاها، مهم ان انا امارس هوايه تسعدني واشحن نفسي وادي لنفسي طاقه علشان اقدر اكمل بقيه حياتي، ما استنزفش وافضل اضيع من طاقتي، اضيع من طاقتي لغايه ما الاقي نفسي وافضل قاعد معتمد على الاخر ان هو يطبطب عليا، ولا ان هو يشكرني، ولا ان هو يشجعني. فبالتالي هفتقد حاجات كتير في حياتي، ولازم اتعلم ان انا يبقى عندي الدافعيه جوايا، انا التحفيز الذاتي معذره، داخلي. انا مش عارف، شبعان. حد بيتكلم؟ تمام. اخر حاجه دي احنا كنا بنقولها في محاضره لوحدها، ولكن عشان احنا هنقلل مده الكورس شويه، هيبقى 3 محاضرات بس، فانا هقولها سريعا. الهرم اللي قدامنا ده اسمه هرم ماسلو، الاحتياجات النفسيه الاساسيه. كل انسان فينا محتاج احتياجات نفسيه اساسيه علشان يوصل لصحه نفسيه جيده. الكلام ده هيتطبق عليك انت كمربي، وهنطبقه على ابنائنا. لو حد دلوقتي معايا عنده ابناء، عايز يسأل نفسه، هو انا دلوقتي محقق لاولادي الاحتياجات دي ولا لا؟ الهرم ده بيبدأ من تحت لفوق. لازم من الاول يبقى عنده الاحتياجات الفسيولوجيه، زي التنفس، ان عندي الحمد لله التنفس مظبوط، الطعام، ان انا باكل اكل صحي، مش قلنا مش اي اكل وخلاص، هل انا باكل ولادي اكل صحي، ولا احنا كل يوم في ماكدونالدز وكنتاكي ويلا كل سندوتش ويلا انزل والكلام ده، ومفيش بروتين، مفيش بيض، مفيش كالسيوم، مفيش اكل صحي بصفه عامه، مفيش ميه كتير، شرب الميه ده مهم جدا، النوم الصحي، الهويه والعلاقه الجنسيه والتوازن والاخراج، الحاجات دي كلها من الحاجات الاساسيه لصحه نفسيه جيده. طيب بعد كده بيقول لك يعني ماسلو في رايه انه ما ينفعش نعدي الاحتياجات الفسيولوجيه ونروح للحاجات الامان الا لما يكونوا دول متوفرين. لو دول فيهم مشكله هيأثر على الاحتياج الامان، زي مثلا الناس اللي مش لاقيه تاكل فبتبقى مش حاسه بالامان، لان هي الامان يعني ما بتشتغلش مثلا، فهو مش حاسس بالامان، انا ماليش مصدر دخل ومش قادره اجيب اكل لبيتي واولادي، فبالتالي مش هيوصل لمرحله الامان. طول ما هو بيبحث في الحاجات الفسيولوجيه مش هيعرف يوصل للحاجات اللي بعدها. طيب ايه تاني؟ الحاجه للامان رقم 2 اللي هي السلامه الجسديه. هل انت تعرضت في طفولتك للإهانة بالضرب أو بالألفاظ؟ الحاجات دي بتأثر على الصحة النفسية، يبقى دي من ضمن إساءات الطفولة اللي ممكن تكون مأثرة عليك، اللي مخلياك بتتعامل بطريقة مش كويسة مع أبنائك. أبنائك بيتعرضوا للحاجات دي؟ لما تيجي تقولي لي ابني عايز تعديل سلوك، قولي لي الأول هو بياكل أكل صحي؟ هو بينام نوم صحي؟ هو عنده مشكلة في التنفس، في النوم، في الإخراج، في الحاجات دي؟
هل انت بتضربيه او بتغلطوا فيه او بتهينيه او الكلام ده كله، يبقى هو عنده مشكلة قبل ما نبتدي نحلها. حضرتك محتاجة تظبطي الاحتياجات النفسية للطفل، يبقى حاسس بسلامة جسدية، يبقى حاسس بأمن أسري، يبقى حاسس بأمن صحي، يبقى حاسس بأمن الممتلكات. الأمن الصحي برضو اللي هو داخل فيه المية والنوم والطعام والكلام ده كله. الأمن الأسري، العلاقة ما بين الأب والأم عاملة إزاي في البيت، سواء بقى احنا بنتكلم عنك كمربي، انت علاقة مامتك وباباك كانت عاملة إزاي في الطفولة، أو بنتكلم عليك كمربي كأم أو أب، انت العلاقة ما بينك كزوج وزوجة عاملة إزاي. الأبناء شايفين علاقتكم علاقة سوية ولا فيها خلافات وفيها مشاكل وفي صوت عالي واحيانا مد ايد والكلام ده كله، يبقى الطفل مش هيحس بالامان. يبقى لما تيجي تقولي لي عنده تبول لا ارادي، تعالي قولي لي قبليها ان هو دايما بيسمع خلافاتي انا وبابا. يبقى احنا محتاجين نصلح علاقتنا الاول الاسريه او علاقتي بزوجي قبل ما ابتدي اشوف مشكله التبول اللا ارادي اللي عنده. الامن الصحي قلناه، الاكل والميه والنوم. أمن الممتلكات دي هنتكلم عليها في المحاضرات الجاية بإذن الله بالتفصيل. بعد كده عندنا الحاجات الاجتماعية اللي هي الصداقة والعلاقات الأسرية. ابنك منطوي، ما بيلعبش مع حد، الناس كلها بتبعد عنه، أو هو حاسس بدوت، يعني مفيش صداقات كويسة معاه، مفيش صداقة بتكمل معاه، هو عدواني، بيتعصب على أصحابه في المدرسة، بيتخانق معاهم، هل هو متنمر أو بيتنمر عليه. فكل الحاجات دي بتبين لك احتياجات النفسية اللي عندك أو اللي عند الطفل. علاقاته بقى، علاقاتك أنت بقى، لو احتياجات نفسية للكبار، يعني علاقتك في العمل عاملة إزاي، في النادي، الألفة الجنسية اللي هي العلاقة ما بين يعني أنا لما بشوف راجل في الشارع أو بشوف أنثى في الشارع، علاقتي في ألفة جنسية ولا أنا لا متضايق من إن أنا شفت واحدة ستة، لا أنا متضايق إن أنا بشوف واحد راجل، أنا واخد موقف من كل الرجالة، أنا واخدة موقف من كل الستات، تمام؟ فهي دي الألفة، اللي هي العلاقة ما بين الجنسين بالمعنى العام يعني. طيب، الكلام ده زي ما قلنا إحنا بنطبقه في محاضرتنا على الناحيتين، ناحيتي أنا كإنسان وأنا صغير مريت بالاحتياجات دي وكنت الحمد لله مكتفي، كان عندي كل الاحتياجات دي الحمد لله سوية والحاجات دي كويسة، ولا عندي مشاكل فيها. في المحاضرة دي كنا بنطلب ان كل واحد فينا يكتب الإساءات اللي حس بيها او الاحتياج اللي ناقص عنده، علشان برضو يبقى شايف نفسه في المراية صح. اللي كان بيحب يبعتها بيبعتها، اللي مش حابب بيحب يبعتها على الخاص بيبعتها، اللي مش حابب خالص براحته. في بعض الناس اكتشفت الناس كتير قوي او بنات كمان بالذات بتبعت تقول لي ان هي مرت بتحرش جنسي من هم صغيرين. ما كنت فاكره ان الموضوع ده حديث، اتقابل الموضوع ده قديم من زمان يعني. فالحاجات دي كلها بتاثر في الصحه النفسيه، بتاثر في حالتك النفسيه، بتوصل لاضطرابات نفسيه، بتخليك عصبي. فلو انا قادر افهم كل الحاجات دي وانا دلوقتي بسطت لك الموضوع بحيث ان انت ممكن تعالج نفسك، لو انت الموضوع في ايدك، انت عرفت خلاص كل العناصر اهي واديتك ادوات كتير تساعدك، سهل ان انت تعالج نفسك. طب لا انا مش عارف، يبقى انا هلجأ للمتخصص، بس انا هبقى رايح وانا واعي. انا كده خرجت الحاجة على السطح، خليتك واعي بنفسك. انا فعلا كنت بمر باساءات جسديه، انا كنت فعلا ما فيش امن اسري في البيت، فعلا ما كانش حد مهتم بالامن الصحي في البيت، علاقاتي الاجتماعيه كلها بايظه. يبقى انا كده هروح للمعالج وانا عارف بعض المفاتيح اللي تساعد المعالج ان هو يساعدني. طيب بعد كده حاجه الانسان للتقدير. من الاحتياجات النفسيه المهمه ان انا احس ان انا مقدر ذاتي، انا مش شايف نفسي اقل من غيري، انا مش قليله، انا ذو قيمه، انا ربنا اللي خلقني، انا واثقه في نفسي، انا عارف ان انا عملت انجازات كتير ولسه بعمل انجازات ولسه هعمل انجازات، وعندي دافعيه وعندي تحفيز ذاتي ان انا هشتغل على نفسي. فمن ضمن الاحتياجات ان ممكن دي ما اكونش لقيتها من الامهات والاباء بتوع زمان، يعني كان دايما ماشيين بنظام ايه،
انا هشد عليه، اقول له لا انت مش هتنفع، علشان قال لي يعني هو كده هيتشجع ويشتغل. فكان دايما يقول لك ايه، انت لا انت بتجيب درجات قليله، هو قاصد ان هو يشجعك انك تجيب درجات عاليه. فهنا مفيش تقدير، هنا افتقدت الاحتياج اللي هو حاجه التقدير. في نفس التوقيت بنقول انت بقى كأب او كأم بتعملي ده مع اولادك ولا لا، بتفهميه ان انت ذو قيمه، انت انسان، انت ليك راي، انا محتاج اسمع رايك، بتديله بدايل وهو يختار منهم. طب انت شايف ايه في الموضوع دوت؟ يبقى انا كده بديله تقدير لذاته، بخليه يحس ان هو يثق بنفسه، ما بقعدش اقول له انت مش هتقدر، انت مش هتعرف، انت مش كفء للحاجه ديت، لا بالعكس انت هتحاول، انت حاولت وما حصلش نصيب، المره الجايه هتبقى احسن، لا جرب تاني، لا ان شاء الله هتبقى احسن، وهكذا. يبقى هو ده احتياج الانسان للتقدير. انا عندي ما مشكلة في الصوت على طول لما بتعب من المحاضرة. دعواتكم بقى. اعلى قمة الهرم اللي هو بقى يعني نقول بقى السواء النفسي بقى خالص، ان هو قدر يحقق ذاته، قدر يوصل للي هو عايزه، قدر فاهم نفسه كويس، عارف نقاط قوته مستثمرها، عادي متغاضي عن بعض نقاط الضعف، في نقاط ضعف تانية بيعالجها، واثق بنفسه، حاسس بالأمان، علاقاته الاجتماعية كويسة. مش لازم يكون كل الناس علاقتي بيها كويسة، مش لازم أعجب كل الناس، المهم إن في مجموعة من الناس أنا قادرة أتوافق معاها وبتكلم معاها، لكن الناس العاديين اللي بتعامل معاهم بعرف أتعامل معاهم علاقات سطحية وعلاقات ناجحة، مش لازم تبقى علاقة قريبة قوي. عرفت أحقق ذاتي في الجانب المهني، عرفت أحقق ذاتي في العلاقات القريبة الأسرية، العلاقات الاجتماعية، عرفت أنا عايز إيه ورايح فين وجاي منين، شايف هدفي وشايف قيمي وعارف أشتغل على كل الحاجات دي، يبقى أنا الحمد لله وصلت لقمة هرم ماسلو، والحمد لله على السلامة وخلصنا المحاضرة، ويا رب تكونوا استفدتوا. وانا بتمنى فعلا ان انتوا تكونوا استفدتوا، واتمنى ان احنا نكتب التاسكات، لان انا مش هستفاد من المحاضره او انتوا مش هتستفادوا من المحاضره الا لما تطبقوا عملي. وزي ما قلت هتستفاد، انا بديك 50%، انت هتشتغل على نفسك 50%، ال 50% اللي هتشتغلها دي ايه، هي دي اللي هتثبت في دماغك، وهي دي اللي انت هتكمل بيها حياتك بعد كده. هتلاقي المحاضرة دي بتكمل اللي بعدها، هتلاقي أنا اللي بعدي يعني هتحضر كورسات تانية هتكمل اللي أنا بقوله، في حاجات هتنور النهاردة، في حاجات هتلاقيها لا نورت في عقلك المرة اللي بعديها، لما تيجي تطبق الحاجة دي هتثبت في دماغك أكتر، وهتحس إن أنت لا في تطور في حياتك. لو حتى عندك اضطراب أو عندك مشكلة نفسية أو حاجة مريت بيها في حياتك، الحاجات دي كلها هتقدر تتخلص بيها من نفسك من غير ما تلجأ لطبيب نفسي أو معالج نفسي. ربنا يوفقك يا رب، ويا رب تكونوا استفدتوا. ليا طلب واحد بس، إن احنا نكتب رأينا في المحاضرة وأي حاجة استفدناها، حتى لو معلومة واحدة بس، علشان باقي الآخرين نشجعهم وفي نفس الوقت يستفادوا معانا ونحمسهم إن هم يحضروا معانا الكورسات الجاية. انا معاكم ان شاء الله على الجروب طول الاسبوع في تواصل، اللي عايز يبعت اي استشارة، اللي عايز يبعت اي سؤال فيما يخص الكورس اهلا بيه. لو في حد مش عارف يعمل التاسك، انا هبعت التاسكات على الجروب برضو، لو في حاجة واقفة معايا في التاسك يقول لي، الاختبار هبعته لكم برضو اللي هيساعدكم ان انتوا تعرفوا نقاط قوتكم ونقاط ضعفكم. هو في الاخر كده يعني هو بيكتب لك تفاصيل تفاصيل تفاصيل، وفي الاخر بيكتب لك 1 2 3 4 نقاط قوة، 1 2 3 4 نقاط ضعف، هيسهل عليك ان انت تفهم نفسك اكتر باذن الله. انا بشكركم جدا، واتمنى ما اكونش ضيف تقيل عليكم، وكونوا استمتعتوا واستفدتوا لو معلومة واحدة يعني. حد عايز حاجة قبل ما امشي؟ سوير معانا؟ مع حضرتك. بالنسبة لي والله المحاضرة كانت مفيدة، وأنا استفدت جدا، جزاك الله خيرا. صح، ما كنتش ضيف ربنا تقيل يخليك، خالص، بالعكس يعني كنت شخص ربنا لذيذ. ربنا يكرمك يا رب.
الله يكرمك. تمام، لو حد عنده سؤال هما ما بيتكلموش فمش عارف. خص مني. طب بص، انا عايزاكي بقى تتابعي معانا التاسكات، وبرضه يا ريت تبقي من المبادرين وتبعتي التاسكات انت كمان، أول وتتابعيهم واحد بقى إن يعني، شاء الله ما تقلقيش. ونكتب بقى الناس اللي بتحضر نكتب اساميهم، الناس اللي بتكتب التاسكات تكتبي اساميهم، نحاول نعمل لهم شهاده من جامعه رساله، وفي نفس الوقت بياخدوا التسجيل بتاع المحاضره عشان لو في حته فاتته كده، حته وقعت كده، علشان لو هو مثلا صادف ان هو حضر محاضرتين وفي محاضره غصب عنه ما حضرهاش، بياخد المحاضره الثالثه مكافاه، يعني ان هو ملتزم في باقي المحاضرات باذن الله وفي التاسكات يا جماعه. تمام وعايزاكم حاضر. تشجعوا كده المره الجايه، تبقوا تدخلوا تسالوا وتتكلموا، نسمع اصواتكم، ما تتحرجوش. تمام تمام ماشي، فيني بقى عندك. خلاص ماشي تمام. ماشي جميل، يلا سلام عليكم. وعليكم السلام.